حرون على طول الله عليكم. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله على شواكر لافريك. ما شاء الله ما شاء الله. اي يرقصون احسن من فيفي عبده. ما شاء الله ما شاء الله. لازم اخواننا الفلسطينيين يشوفوهم. يقولوا لك سيد العنوان، عنوان الفيديو. عرفون يرقصون. لا ما شاء الله دو الضريبة. شوفوا شوفوا البطة، البطة الحمراء، كيف فاركة البطة الحمراء. شوف شوف الرجلة، الرجل يوش الرجلين. يا ربي يا ربي. الشهداء تاعهم ضاعوا هباء منثورا، حقهم ضيعوا دمهم باطل. ما حلو ما حلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الرحمة أختي تمانة، تحياتي لك والحسين والجميع الإخوان. هذا ابن عمكم من مراكش، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وحنا بجنبكم ومعاكم وما غاديش نتخلاو عليكم، وحنا كلنا ابناء عمومه، ونتمنى لكم دائما التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله. شكرا شكرا. وي خلينا نشوفوا شوي شواكر لافريك، زيد الصوت شوي. نتمنى ان شاء الله تكونوا نشوفوا الفرحه ديالتنا مجموعين بالاهازيج الصحراويه والاهازيج المغربيه ان شاء الله. هاي طالبوا في القريب العاجل. هاي طالبوك عنوان الفيديو، كيف يسموه العنوان؟ حول ولا قوة إلا بالله. واحد دقيقة شفتوا اللي يحرر لكم فلسطين. واه يا فلسطين يا ودي. عجبوني كيقولوا نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
نفدوها بالدم على طول. الله عليكم، هزوها سراويلكم طايحين. لا حول ولا قوة. ما شاء الله ما شاء الله. لا ايه لا نعجبوني، محتارمين يغطون وجههم. هذه اللي عجبتني، محتارمين. لا كيحشموا كيحشموا هادو كلهم حشموا يحشموا كيحشموا ما شاء الله عليهم. دايرين 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 ما دارت النعامة، خشات راسها في الأرض وهزت رجليها على طول. الله عليهم. الأخ الحسين ما كاينش، ايه ما كاش مشغول. اتمنى هو نشوفوه بخير وعلى خير ان شاء الله، وحنا بجنبكم دائما. بارك الله فيك الاخت. هذاك توتو، هذاك اللي كيشطح من القنت الاخر اللي معري وجهه بالقوي ديما. اسمعوا المتابعين، توتو كادر الكرغولي اللقيط اللي كيدور في المواقع الدباب الالكتروني، هذاك هو توتو، راه مثلي والله العظيم. هذاك هذاك راه راه اللي كيشطح من القنت الاخر السروال كحلو والقميجة بيضاء، هو توتو والله إلا والله إلا عرفته. توتو والله إلا عرفته، توتو والله إلا توتو. دوات داري با توتو، أنا ما نعرفه. هو 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 كان في السيفال ديال فجر المطار الثاني كان معاهم. مالهم تشير تشير قتلوا قتلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حطوا الشطيح ديالهم ديال الهبال. لا حول ولا قوة إلا بالله. صورة عندك صار كلك. ويلي 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 ويلي. كبسوا كبسوا شوية الإخوان، كبسوا شوية يطلع اللايف مزيان. فيبرور فيبرور ما شاء الله على الفيبرور الجزائري. قوة الضاربة. ويلي 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 كثر من المرأة. ويلي 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 توتو مومو كوكو عليها يسمون روحهم توتو نو نو. Remitly is easy. Sign up and send now. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تختار في الرجال غير هما. لا طيف لا طيف لا طيف. قوة ضاربة. شنو لابسين جيبات؟ الجيبات ديال التواركا ديال التورك هادوك. الله يلا. هذاك من الورد ديال التورك. هذه الثقافة ديالهم، الثقافة الثقافة. الورد الورد ديال التورك. هادو غيحروا القدس هذه. إي ورد. فرنسا المرتبة الأولى والتورك المرتبة الثانية هما المرتبة الثالثة في المثلية، الشذوذ الجنسي، هما هادو. تعرف الله عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل قوة ضاربة. هاي حروف فلسطين اللي قالت تمنى. شوفي الاخر، شوفي 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 شوفي
هكي 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 ما شاء الله يا ربي السلامة. لطيف 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 ما درهم يقولوا منين جاية المثلية. الله عليكم ادعني لا تشوفوا احنا العيب عيب عيب عاد الرجال يشطحون اكثر من النساء عاد والله عليهم قطعوا عني ايه كيف سو لازم الكلب لازم يدخل عندي لازم تدخلون كلمة شوي اي كبسو 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 وعاشت جمهورية هندو في حقنا حقنا الشرعي حقنا الشرعي ان شاء الله نتكلم عن موضوعنا هذا المهم لا تعودوا نتكلمون عن شيء تاني تعودوا بينا ما نقد نشوف الصورة الحين لازم ننزل لايف ما نقد نشوفها ايه ان شاء الله صوتنا لازم يوصل اي طريقة ان شاء الله كبسو كبسو بارك الله فيك رمضان مبارك ان شاء الله كيف نطلعك انت عندك 23 ابوني ونطلعك راح 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 ما تعرفون قانون لايفات راح راح ما موجود حد للعب جولة ما خالك حد اقدر تطلعيني عندك الكلبة قبلون راسي وجعني راسي
كيفاه ندعمك عدلولو ابوني، انا عدلت لك ابوني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تولد ثلاثة ان شاء الله. وجعتو لي راسي. كبسو كبسو كيفاه نطلعك حنان؟ هاي طلعي هاي طلعي، حبيتي طلعي انا طلعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفتي الحبيبة؟ لاباس؟ مزيانة الحمد لله بخير. ثم انا اصلا دائما تبعك، وغادي نقولك الحاجة، الصوت ديالك هاد اليومين بينو الصوت ديالك في اذاعة اسبانيا، والله هضروا عليكم. علاه تكذبين؟ علاه تكذبين؟ اقسم بالله ما كنكذب عليك، وحق ربي الحبيب ورمضان داخل، اقسم بالله العلي العظيم. تكلموا على القضيه، ما قسما بالله العلي العظيم. قال لك وصلت واحد المره كتهضر على جهه صحاله، اقسم بالله العلي العظيم. والله ما كنكذب عليك وحق ربي قلتيها، حيت انا كنت في الخدمه وكان كنخدم، يعني انت كتعرف خدامه في اسبانيا يعني ليمبيسا، والله لو كانوا عاملين الاخبار وتليفون كان بعيد عليا، والله ما جات كيفاش نسجلك، وقسما بالله العلي العظيم وما عندي علاش نكذب عليك. واش قالوا اليوم؟ قالوا زعما واحد المخير يعني كيسجلوا الهضره وكل شيء. قالك زعما واحد المخير في جهه الصحراء فين نتوما وداك الشيء، زعما كيقولوا خصهم ضروري زعما الدوسي ديالك يمشيو لاوروبا دابا، وزعما يطلبوا زعما خصهم يجيو عندكم ويجيبوا ويتاكدوا في الدوسي مزيان وديك الشيء، فهمتي؟ صح صح. هاي والله ما كنكذب عليك، انا فرحت بزاف. لازم تقولي لنا الاذاعه، اش من اذاعه عاد الاخبار ديالهم كانت بنت مع داك الجوج. جوج جوت نهار نقلبوا عليها نلقاو الفيديو. واخا تشوف اقسم بالله زعما هذا ماشي زعما بلا من الكبر ديال اسبانيا، ودابا بينو غير في الاخبار اسبانيا. يقولوا لك اسم الاذاعه، اسم الاذاعه. واخا حيتاش انا دائما اللي كنمشي عنده هو الراجل الكبير ومراته، دائما كيتفرجوا في الاخبار، عندهم الاخبار في الدم. وانا فرحت حيت انا والله ما كان قدامي تليفون، حيت انا كنت قدامي هما وانا كنعمل شغل، ما عنديش كيفاش نسجل، والله ما كنكذب عليك. يا بهدلتونا يا فلاليس فرنسا، العالم يشوفنا انتم تطلعوا تهبطوا سريويلكم. ايوا خليهم، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. كرة سجلوهم اسبانيا يطيحوا سريويلهم، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شفتي اجي نقول لك غني، الناس كيقول لك غني ديك الغنيه اللي غنيتينا في الصباح. والله ما انا ما لازمني الموسيقى، فهمتي؟ اخي غني باش نحسن نعوطي. لازم الموسيقى غدوة ان شاء الله ونعدلها زين ان شاء الله. صوت صوت صوت.
زين الحين. قالت لك لا يجوا اللجنه للتندوف صح؟ ايوا قعدلوها في الاخبار في اسبانيا. ولكن راه لازم رامي يدوهم لدوك المخيمات اللي تابعين القياده فاهمه، راه ما يدوهم عند الناس المستضعفه. لازم يروحوا يعني على لا ما يمكنش، هما قالوا الاسم وكل شيء ما يمكنش حيتاش ماشي ما عايجوش اذا غير صافي اختهم حتى يدرسوا هاد الدرس وكيعدلوا لازم يعني عاد يقدروا اه بصح عندك الحق، وكنتمنى يزيد الصوت ديالك يوصل، هادشي اللي كنتمنى والله ان شاء الله. بارك الله فيك. ولا كنتي كتعرفي نتوما شي صحفي هذا ولا شي حاجه زعما هو يقدر يساعدك ولا شي ناس هذاك يعرفوا شي حاجه يقدر يدغين يساعدك. موجودين ما شاء الله، موجودين المغرقين ما شاء الله عندي كثار موجودين. لا ماشي طنجاويه، انا تطوانيه، قالوا لي طنجاويه. لا كاين الناس ملي يجوا دوك اللوجان كيجوا لتندوف يمشوا معاهم دوك المرشدين ديال من الجزائر ومن القياديين كوريزاريو ويدوهم البلايص اللي فيهم المخيمات اللي تابعين للنظام فاهمه، ما يدوهم الناس المستضعفين والناس اللي محتاجه نعرف الحكايه. إيه لا هي لا بغيت توصل الهضره فاهم، بغيت توصل الكلام نعرف ايوا كبير صوتنا في اسبانيا. وعليكم السلام. واش راكي نتوما دابا نتوما انا اختي دابا نفتش لك دابا ندخل نفتش في هذوك وانت كودا طلعي دخلي اي دخلي صافي. واش راكي نتوما انا عارفو حنا راه ما نكذبو راه حنا نتكلموا بحقيقه. نتوما انا واش راكي بخير وربي كيخلصهم داك كراغولي وما تقو كيدخلوا فينا ربي صرات عليهم فرنسا. على تسقم هضرتها كراغولي راه حق اسمك راه حنا كراغله وهما مراركه. ايوا صبي عليك علاه تقول لها عاد ليك فمك وعاد لي كلامك. هما يعرفونا بيات هما يعرفونا بيا ودي قتلهم منا. تما لك يا اخي طيح الطفله تما انتم عندكم الاداب طيح الطفله يا ابن عمي تما لك. او لافوكا ناض او لافوكا كيفاه واه كي تقدر تسمع يقول لك انت المحامي تاعها زعما فهمتي. هو لو كان من الادب ما يطيح الطفله، لو كان من الادب كاع ما يطيح الطفله ولا 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 ما طيحت لها. ما طيحت لها. السلام عليكم. تضرب لساني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا كرغولي؟ كرالي اللي حوا انا طيح البوك الدنيا راه كرغولي كرغولي شحال مشات تماك؟ قولي شحال مشات تماك مع فرنسا؟ قال لك ما نطيح قضي عليه السلام عليكم. هذاك الكرغولي جمعكم جمتكم قال لك تهجموا عليا تهضر مع واحد يجوبها كيما الذبابه طيح النزله. انا ما راهش نسب هما هما راهم يسبوا. لا ما حد يسبك معزله رضوان محترم. انت دريك قلت واحد الكلمه ما زينه. انت دريك قلت واحد الكلمه ما زينه وديك الكلمه اللي قلت او قلت بلادك شو قالت كلمه زينه ما هي من بلادي انا صحراوي جميلها طفل انسى راحت خلاص. موضوعنا مش المغرب، ما احنا موضوعنا تندوف رضوان او تحيه تمانه نعطوا له تندوف تومانا والله نعطوها تندوف حرة والقبائل حرة ورئيسها وطرحة مهني بصح نعطوها تومانا. احنا نشتو تومانا برك فان. شفت فيديو الكليب الجديد اللي نزلته ماما تومانا؟ ما شافوا مين عنده الفيديو يطلع يورينا الفيديو لرضوان. نزلت فيديو كابوس ولا نزار نزلت شفت فيديو انا نزلوا لي فيديو ماما تومانا نزلت فيديو نغني حتى نزار ولا الكابوس واحد فيهم نزل فيديو على النظام الكبرانات. تمانا هذاك راه يعمل لك تمايا راه يعمل لك تمايا في التشويه على صورته ايه راه يسوني علي انت
سونيالي هذاك سونيالي ما شاء الله عليك الفيديو دابي وداك مال المروكي دابي ودابك دابي ودابك اجمع سرابك اجمع سرابك انت كتسينيالي تما مال القوالب ما اجي سينيالي انا والله لاني ناكل خويا وني حاط التليفون ونتفرج وني مترشق معاكم رضوان خلينا نوريك الفيديو مين اللي عنده الفيديو طلع ما حد عنده راح ورجيه لا 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 اخرى لا اخرى تعرفها وينها ماما تومانا عملت فيديو حلو خلينا نوريك اياه فيديو كليب هذا بداية رمضان كثير حلو وعلى العيد راح تنزل كمان فيديو جديد ان شاء الله هذا السوري هذا وكيما ذاك عدنان جاب الصورة تاع تبون ودير الخمور هذه الضحكة كروح اي بيمزحوا معه يضحكوا معه الضحكة كروح خما عايشين جبتكم راكم مفضوحين روح انت روح انت روح انت خويا كابوس كنت معك قبيلة طيروني من الكونت وي واه واه ري دقيقة دقيقة يلا ايه الصحة دقيقة ماك دخل هاجم وزيد الصوت خلي يسمع رضوان انا زيد الصوت الحكومة كاملة جيب الحقيقة سد المايك لن تسمعوا أغنية جديدة ليه ما بغيتش نهضر معاك انت يا ما بغيتش نوض اصحاب الدار هزيت هضر هضره خير غير قمك مثالي تفرج تفرج دقيقه نجي لك الصوت فين مشى هرب ولا اقول له اطلع ما تجيش ردسك شي حمار غير طلع صاحبي يقول له غير طلع هرب ولا اروح ما بقدرش نقول له انا قالوا لي وقيلا غادي يفوتهم سبيس تون هذا العام هذا طارق انت من البارحه اذا قلت لك مني راك شادها لي من بعد واش اختي راكي دايره راكي مليحه راكي مليحه راكي غايه راكي مليحه اولا شوشو ما باغيش نسبك هنا قدام الناس راك فاهم كاينين الناس ما عندكش محترمين ما باغيش نسى اخويا اسمعني انت درك تهضر كي البنت فهمتني ولا لافون تاعك نتاع بنت نتاع الحمامات لي الكسالات عندنا حنا فهمتني ما عاودش نهضر معك خويا اسمعني نعاودها 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 اسمعوا عليا مالك نعاودوها نروح نعاودوها اسمع شويه اسمع اسمع شوشو هذا حياته غير اسمع 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 حل الكام دقيقه كرهوني الشعب وتحية عني كبول وتحية البنان احنا امو عنا تاريخ يا الزاحة احنا امو عنا تاريخ تنسى عندكم يا الزاحة ربي تاريخ انت انتم ازدوك بلسيدنا آدم حسن الثاني تسابق مع ابو مين بشيدي موريطانيا موضوعنا معهم جايا ولا انت هو اللي كتبت لهم المقال ولا كيصاري لك واش انت اللي كتبت لهم المقال كنت معاهم انت واش كنت معاهم هذاك الوقت ولا التاريخ ما يكذبش التاريخ ما يكذبش علاش ما يكذبش انت قاري انت بعدا المخزن خاين قال المخزن تاعنا خاين
مش رجال. اسمع 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 مشيتوا لفرنسا عيد النصر عيد الشعر ماشي عيد النصر عيد النصر نورمال مو تحاربوا فرنسا على الجاي احنا عندنا تاريخ انا صار بك حرب فرنسا التاريخ عندكم انتوما شوف شوف اسمع ولد عمي طايخ سنجم شي رايب عندي انا يا نبكيك شوية ما انا يا راه الناس محتارمة مهم انا انتوما انا غادي نهبط انا الى ريحتي انا غادي نسد انا طارق كم البنات خصب الهضره اسمعني اخويا طارق غير بز بعدا نقولها لك انت خويا خويا وسط الحق ابعث لك صافي بالله فمك بالله فمك صافي سكو ابعث لك صوره خالتك ما يقدرش حطنا اياها نشوفها صوره ابعث لك اياها حطها لما متابعه عندك لك متابعه صافي غادي نشوف الصوره غادي نهبط ونشوف الصوره صبر دقيقه انا جاي انتوما انا بعت لك اياه من حساب كابوس صافي انا درتك عنوان اختي اختي رضوانه ولا مانيش عرفتها الله يلي في راسك اختي ادي حكيت السلام عليكم ما نقدرش مع العيالات سمحي لي اختي تهلا لي في راسك سمحي لي علاش تهرب اروح وجهني اروح وجهني والله دبي بدبكم كل ما تجبدوا الجزائر راني معاكم راني نجبدكم كل ما تجبدوا ضو دبي بدبكم انت شوار تبطلوا من هذا الهضره هذه انساونا يا صح هضر معايا هضر معايا تحاور معايا يعطيك الصحه اخويا صح قول يعطيني يعطيني التاريخ خويا واش من تاريخ راك تهضر خويا مالك مالك صاحبي هو صاحبي وتزير مالك لقيت تهجموا قاعد يطلعوا يهجموا علي انا كل واحد يهضر مالك مالك انت دابا كتقول غنجبدكم أجبدنا ما نحن مخشين في متحف فرنسا حال جدودك بحال جينا جي مديد جدودك انيك مكوت القحبة ونحكمك يماك منيك على المستوى تاعهم خالتي طيح ولا دو معايا دو معايا شنو فاش باغي تناقشني تناقش انا وياك في اي حاجه انت ما مستوى تاعك الناس ما قضيت تعرفوا السبان ما انا ما قضيتش لا 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 ما عندكمش الاصل انتما والو الاصل ما عندكمش نص تركي نص فرنسي عندكم منطقه وحده هي هي اللي فيها الاصوليه القبائل صافي اما الباقي مخلطين انتم تحوسوا الجمالين شوف 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 نقول لكم واحد الحاجه والله ما تقدوا علينا احنا المغاربه بالله والله ما تقدوش المغاربه اي ما تقدرش المغاربه المغاربه احنا اصيلين عليكم صاحبي احنا مأصلين صاحبي حضارة وتاريخ وامتداد والكرهولي روح تعطيهم والكرهولي روح تعطيهم ما سبيتوناش نتوما في باري ما سبيتوناش في فرنسا في ماما كنت مغاربة فرنسا على روحهم انا ما تقولش المغاربة ما تهدرش على روحك انت سير من داك التبات هذاك التبات ديال هضر على روحك هذيك كاسيطة قديمة سالات سالات دابا ما كايناش هضر على روحك بصح حنا تا الواقع حنا عايشين معاهم في الواقع حنايا على ذيك انا يهضر لك هذاك الواقع واقع انت قالت لك هذه 10 دراهم المغاربه حوايا هذين الرايه تريك الميبليين يا الزوامل يا ولاد القحبيق شو كامل الله ينعن طبوا لكم الحويش الشهادة تخرجوا من القبر نحويهم ونرجعهم تراب الدرون جا نقول لكم لا تعودوا تجبدوا لي المغاربه لا تعودوا تجبدوا لي المغاربه الدرون جاكم الدرون ما يرحم شفتو نقولكم ما تجبدولي وما تعودوا تجبدولي المغاربه ما تعبدوا يجيو كي يجيو خلعوني قلبي راح يوقف خلوني في قضيتي جمهورية تندوف قضوا عني قلبي كان يسكت أنا جمهورية تندوف عاش جمهورية تندوف ليش بيغيروا الموضوع ليش بتبدلوا الموضوع والله ما عرفت أنا وي يسبه ليش يسبوه رضوان رضوان لا تجبد المغاربة نحن وياك نحن جمهورية تندوف ومعك عيفنا منه ما جبتش ديني بغي نشتيتهم أنا نجي عندهم ما يطلعوك ما سيسبوا فيها بس طلعي شو اسمه طارق بس يفرجينا الصورة وبس لا تكلم تشتيني تحيا عمي تبون جيب الصورة تجزينا 50 سنة لازم يا تجزينا لازم يحيى عمك تبول لانه ميت لازم ماتت لانه انتم وش دخلكم الشعب حبوه
الشعب حبوا تما واش راح لكم. شوف 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 دوري دقيقه صوت الحق دقيقه دقيقه مع كوبي انا في جبدها في البيسي عملها صوره وراها بدي وريها للرضوان. ما نهضرش اسد الحق على اقول له ما نهضرش مع الكلاب. لا خلاص ما في تطيح انا نفتح التيك توك هنا في البيسي. ما نقدرش نتناقش مع هذا ما نقدرش نتحاور مع هذا يا المقلوعه السكتي يا المقلوعه السكتي نعرق او نعرق على بلادي على برك. شو ما تهدر ليش بالعاطفه هدر على الحق انت ما كنت تهدر بالعاطفه. انا ما نهدرش دقيقه نحب بلادي دقيقه صاحبي تحب بلادك وانت رايح تحب بلادك ورايح لفرنسا بدون وثيقه انت واش داخل مكاتب تعرف مكاتب انت في روحك وسكوت بقى نبكيك اصاحبي انا ما خدمه واش نبكيك في هذه الليله اصاحبي عطنا الصوره يا راجل دقيقه الفرقه دقيقه وين مقلوعه اريد نوريك واحد التصويره زينه المقلوعه اريد اي نتوما مشهورين بالمونتاج راكم مشهورين مونتاج اي مشهورين بالشوها. لا لا هاي انا جبت الصوره انا جايبها هديه قولها لك قولها اخويا بمناسبه بدايه رمضان بهديك اول صوره بي. الجزائر تتقدم والكلاب تنبح هو 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 تتقدم نحو الطوابير. معليش خويا معليش نديروا الطوابير المهم الجزائر للجزائريين وفقط تقدم هيا هيا الجزائر للجزائريين وضح الصوره قرا كبري قرا قرا هذه انتم تمرقستوا يا الزحف كبري يا ماما قرا قرا اقرا يا البغل اقرا يا البغل تتقدم اين تتقدم يا ابا كبشون. شوف شو بيقول يا ماما وراك رايح وين اسمع انتم تهضروا انتم تهضروا اين تتقدم يا ابا الهول اقرا اقرا ما كنخوت كينا يا اسمع قولوا لا قولوا لا ما كاش خوخه قولوها لا قولوها طارق اسمع خلينا نقول تعرف بلادي وابرين اعرفها اروح تريح ارواح اصاحبي ما تمشيش اروح تريح معنا شويه ارواح ما تبكيش اصاحبي يتحكموا فينا يا ارواح اقرا اقرا واش راه مكتوب هنا واش طارق حط كتم لو سمحت اوكي اوكي بدي اقرا لا يوضح الصوره ثبتها بيقول لك هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله بالتعاون مع فرنسا حسب الشروط المقرره في التصريحات 19 مارس 1962. نعم او وي شكون نعم اللي طرد شكون اللي طردهم من افريقيا شكون اللي طردهم من افريقيا شكون اللي طرد شكون اللي طرد الصهاينه ما في لا ما في لا نعم او وي اسمعني اسمعني الصهاينه انتم جبتوهم عندنا من سيربح المليون نعم او وي من سيربح المليون يلا راح تشوف اذا جاوبت راح تفوز معنا بقرعه زيت قرعه زيت اذا فزت معنا غادي تفوز بقرعه زيت كبرت كبرت نعم اوي صبر روحك يا مروكي نعم اوي جاوب جاوب بوت تحيا بوت جاوب غادي نعرف بلادي نعم اوي نعم اوي نعم اوي جاوب الا جاوب تربح معنا قرعه زيت اصاحبي جاوب مالك غنزيدو لك معاه شوف نزيدو لك معاه 5 كيلو تاع دقيق نعرفها مليح جاوب جاوب انا نعرفها مليح بلادي بلا ما نشوفك جاوب اصاحبي جيبني ورقه جيبني غنزيدوك معاه غنزيدوك معاها لا غنزيدوك معاها لي صوص شوف شوف نزيدوك معاها شي شويه طروق غنتبعك سمعك رايد حبس المايك خليني نسال خليني نحبس اروح اروح خلي يجي نتبعوا فيها درتو خلي خليني 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 سمحي لي دابا اي جاوبنا على الورقه انت مع نعم اوي دوك نجاوب دوك نجاوب على الورقه دوك نجاوب انا نجاوب اي حنا صح نديرو كاع نعم اوي على ذي الورقه نعم صح من وقت نعم اوي نعم اوي مع بني اسرائيل حنا وشو شو حنا حنا واخا طبعنا مع الصهاينه ما عطاوناش هاد الورقه فرنسا وما طبعنا مع الصهاينه ما عطاوناش هاد الورقه باش نجاوبو حنايا واش هل تريد ان تصبح دوله المغرب مع الصهاينه نعم اوي سكت سكت هاي جاوبني جاوبني على الوثيقه نعم اوي
يا رضوان اذا نعم صف على اليمين، اذا وي صف على اليمين. تاكلوا ملوي نعطيه لك ملوي، ما تقولش وي غادي تدي ملوي من عندي. وانت المروكي غادي نضرب الفروش انت. ما تعصش، ما تعصش الكلب، ما تعصش. لا والله ما تعصب علي نصحك يا لهوي والله ما تحمر. واش تضحك فمك ولا من تحت؟ بغيت غير نعرف واش راك تضحك من فوق ولا من تحت. هاد الضحكه هادي نتاع التحت هادي وثيقه، هادي وثيقه للاستفتاء، لن تعود الجزائر دوله مستقله. نعم اوي ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي. اختار نعم اوي الشيء ذي. نعم اوي، نعم اوي. ما تشوف الورقه اختار جاوب. اي هادي نعم اوي. هي بحال شكل، هي بحال شكل قوي. نعم هي بحال شكل قوي. نعم اوي هي قوي. انا انا وانا اقرا له، هو ما يعرف يقرا. هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله بالتعاون مع فرنسا حسب الشروط المقرره في التصريحات 19 مارس 1962؟ نعم اوي. والراي، والراي فرنسا. هاد الشروط، هاد الشروط غادي نقولها لا صوت الحق. هاد الشروط كاين سيفيان. يلا نعم اوي تاع والراي فرنسا. راك فيها صاحبي، راك فيها، راك فيها. مانيش فيها، ما راش نقول لك وراني. انا مع النعم، انت مع مين؟ راك فيها. انتوما اللي خرجتوا، انتوما اللي خرجتوا تقولوا، انتوما اللي خرجتوا تقولوا احنا ما راناش مراركا، احنا يا جزائريين بعطونا باسبور. مكخو اعطيني باسبور، مكخو مكخو بليز بليز مكخو. هذوك اللي دعموا المخزن تاعهم باسبور، مكخو باسبور يدعمهم المخزن. شي الهضره ديال باي بالا صاحبي، مكخو انتوما. تومانا، تومانا باسبور، تومانا اروح. اي باسبور، باسبور اروح. انا توما انا باسبور نعطيك الباي غوش. توما انا غوش. اي انا نعطيك غوش، غوش توما انا غوش. باسبور غوش، غوش جاوب، جاوب جاوب نرد لك انا يا احنا غوش، غوش. احنا نحبوا الجواب. جاوب، جاوب. احنا بغينا جواب. باسبور لا لا غوش، انا قلت لك غوش، قلت لك حمار. باسبور غوش، غوش. ماشي غوش. اروح نزيدك، اروح نزيدك، اروح. اصبر اصبر، انا نبورا لا خليه يجاوبنا، خلينا ما خلينا من الباسبور. مانيش تاع لايف، انا مانيش تاع لي لايف وكاع، انا نغير على بلادي. نسيبك تسب بلادي. وي غير على بلادي. جاوبنا دابا انت. نعم اوي دابا غير جاوبنا. خلي الباسبور، خلي الباسبور. الباسبور عندك باسبور جزائري. صافي صافي صافي، عرفناك جاوبنا، جاوبنا. اروح اروح نزيدك التالية فاني. شوف فيها جاوبنا. هو عندك وا وا شوف الورقة نتاع هذيك. الورقة عرفتها، هذيك تاع الدار اللي تدخلوا صافي. عرفتها عرفتها. خليه يجاوبنا، جاوبنا جاوبنا. الخير يا تحية الجزائر. يا تحية الجزائر، تحية وتحية للمغاربة الأحرار يا رب. اسمع جاوبنا دابا غير على هاد الوثيقة. دائما عندها صلا ساعة بتسألك، جاوبها نعم أو جاوبنا صاحبي، جاوبنا. شنجاوب؟ مانيش فاهم. على الورقة، على الورقة. مانيش فاهم. قرا صاحبي، قرا. ها قرا 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 لي عاود، قرا لي. الله يحفظك، قرا لي. قرا لك. قرا له، قرا له. هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة؟ الجزائر هي مستقلة من طيب بكير. بالتعاون مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات. من بكير مستقلة وهنا نزي هنا. سكوت سكوت، سمع بعد عاد. طيب هو بتقول لك مستقلة مع التعاون مع فرنسا حسب الشروط المقررة. نعم اودي. اي احنا احنا نقولوا كاع فرنسا. اودي شي ناس طبزوها. طيب انت جاوب نعم او وي. جاوبنا بابا. شنو يا طبزوها؟ واش احنا، واش احنا اسرائيل قتلت لنا الشهداء ودايرين لنا في المتحف اصاحبي؟ لا صاحبي جاوب. صاحبي ما تقولش طبزوها صاحبي، شوما غير جاوب وصافي، ما تعصب ما والو. شد الارض وما تعصبش. رضوان اي واش محتاج استعانه بصديق؟ والله ما سمعتك. لا بلاش، هو راه كيفهم كيفهم، خليه يجاوب. محتاج استعانه بصديق. لا انت لا تبارك الله، راك عنده عقل وكيعرف. انا جاوبت، وانا جاوبت وقلت له الجزائر راهي مستقله منا بلا. جاوبني على انا محتاجه فقط جواب واحد، نعم او وي. كاين نعم او لا، ما كانش نعم او وي.
نعم وين الفرق؟ ليني بالحاجة كم أنا ماليش حاجة كم من هذا يا واعر والله شوف فاهم احنا نقعد نشوفوا بعضنا بعض صح احنا رانا قحلتين يا يا والله يا امني تمان كل مغربي كتجيري والله لا اي في الهواء سوا قاع حاسقين في الحاره شايدك فينا حنا حاسقين يا خويا لا مخيمتين دوك واش بيك حاسقين كيف قديش اعطيكم ديمقراطيه الفرنسي قديش اعطيكم ديمقراطيه حاط لكم نعم وي هذيك نعم وي هذيك وي داروها هما راك حاسين لهم يبروفوكو في الجزائر هذوك هما اللي داروها وي هي كاين نعم او لا لانه شافوا ما في حدا منكم لا لانه شافوا ما في حدا منكم عنده لا فاستخدموا نعم شي كيما شي شي هذوك المخزن تاعهم يا الزحف انا نقول انا نقول كيما يقولوا دير رضوان 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 انا من بغيت تعرف عندكم المخزن تاعكم خاطي تري تخيبوا تعرف كيف خطينا من المخزن خارج اطار المخزن والكبرانات وقتاش دير الباسبور ديالك خارج شوف خارج الكبرانات والمخزن وقتاش دير الباسبور ديالك كي وقتاش ديتو يعني وقتاش صيفط الباسبور ديالك 2022 وفوق جيت المغرب في نهارك في نهارك تديها في نهارك تدي لا وفوق جيت المغرب احنا قلتنا قبلت قلت في 2016 ولا ما انا في اوروبا وانت قلت جيت المغرب قلتنا في 2016 جيت المغرب فوق وكي درت لها انت جيت المغرب بلا باسبور جيت حارق شنو قال لك جيت 2016 مولي ايوا انت قلت 2016 ل 2017 من هاد الجوايه هاد راه 2016 فوق جيت المغرب انت ما تقلقش على المغربي ما تقلقش لا لا والله راني نهضر معك سيريو شوف فوق جيت انت المغرب البارح انت ضايقت لك عليا متوالي من البارح اسمعني مليح دروك البارح وشافات البارح مات البارح فات دروك هذا دابا المخيمات شنو كتعرف انت على المخيمات هادي انا جامي رحت لتندوفو بسمع راهي ليكم راهي تومانا ما بصح تومانا برك الناس الصحراويين ماما تومانا دابا شنو كتعرف على المخيمات معليش ماما تومانا رضوان ما عادش طالعي لانه رضوان لا مع نعم ولا مع وي تومانا شنو رايح في البارح مو مع نعم او مو مع وي تومانا تكلم شي اللي عجبتني البارح كي ما طلعتي مع ذاك التركي وقال لك وير ار يو فروم قلت له الخيريا تندوف شفتي هذاك البارح كان يدور على ولده في الفصال الخيريه انا يلا راني غير نسناك تجاوبنا واش وي ولا نعم ما زالت بالي ما جاوبتناش خويا العزيز كاع بسكون نتوما كباش كاين وي ولا ما على ديك نتوما وي ونعم ايوا الكباش معليش الكباش شو الكباش يموت فيده نورمال ما كان مشكل ايوا الحمار جاوب انت يلا الكبش يعرفين ماكله برك نتوما طنرتوا تهضروا الماكله الحمار واش يعرف الحمار الشروه كيفاش نورمال حداي الذبح النحر ويموتوا الحمار يبقى حمار ما نبداوش نطيحوا وما نخسروش الهضره شوف كيرو شوف شو اسمعني رضوان لا جات مش على بعضهم بعضا شي ما يبغوش على بعضهم بعض انا مكانك يا رضوان اسمعني انا مطرحك يا رضوان صوت الحق جاوب اخو صوت الحق اعطي السؤال صوت الحق اخو انا مطرحك يا رضوان اجاوب نعم عشان ما يقولوا لي فرنسي عشان يقولوا لي جزائري بديت روح خذيت بلدك وتحوس جيت انت مين انت يا مين سوري انا من تندوف يقول لك هل تريد ان تصبح جزائر دوله تندوف انت شو دخلك ما بين المغاربه موضوعي كل يوم ان شاء الله هذا هو الناطق الرسمي وقت السحور في رمضان هذا الكلب الرخيص اللي ضيعنا حياتنا 50 سنة
هادشي انسان الكلب هو يوهمنا واهله عايشين مرتاحين خارج اوروبا ويقروا في احسن المدارس وكل يوم يغتصب طفلة. يا كلب وحنا مبيعنا الوهم 50 سنة. يا كلب لعنة الله عليك يا كلب. شفتي هذا هو اللي ضيعنا حياتنا 50 سنة. كبسول تومانا كبسولا كبسولا انا زيد نكبس لك تومانا. ما تكبس اللي بيقست ما يكبس. شفتي ابراهيم رخيص الكلب هذا. شكون هذا ابراهيم رخيص؟ ابراهيم الغالي اللي يقولوا ابراهيم الغالي الكلب. شكون ابراهيم الغالي دابا؟ انا عوج رئيسنا اللي في بوليزاري والكلب اللي ضيعنا 50 سنة. طب صاحبي يلبس العباية؟ راه يلبس العباية هاك. عمك انت صرا سلاند ولا مشي يقولوا لك شتي كراوي؟ شفتيه؟ معقولة ما تعرف ابراهيم الرخيص؟ حرامي المساعدات هذا. انا على سقسيد عليك تعاود تسقسي بها وكسقسيد تومانا قلت له شكون هذا؟ والله براسي كون جاوبتها. انا نعرفه يا راجل. معقول انت ديك حكايتك انت هذيك حياتك انت خصك لك الشيء انت خصك هذا هو ما عارف الرئيس هذا الجبهه ويقولوا احنا مع تندوف ومع الصحراويين. لا انا معك هي برك تومانا. انا نشتي علاه تشتيني؟ علاه حاكم من عند ربي. يا من عند ربي شفتي من عند ربي هذا اللي راه نفضحكم. لا نفضحكم لا نفضحتكم. ابتسام هذا بيسرب المساعدات الامم المتحده ياخذ نصهم ويبعث نصهم لعمك طبون. احنا يبعث بناته على فرنسا. احنا خصنا عندي خصك الفلوس نعطولك. والله احنا جامين طيحوا نيفنا طيحوا البراني نيفنا نقولوا بدل ما تعطيني زبط البيوت بوهران عشان ما تطيح على الناس. الحمد لله احنا ندوس سكاني بلاش. تفرج هذا السيلفي كانوا عدلوه معانا في تندوف كانوا جاو عندنا ما شاء الله. هذاك الجزائري وجا عندنا احنا مع الصحراويين عدلنا السيلفي. هادي طريق هادي طريق راه يدي قتلو تومانا. هادي طريق جيبي طريق راه يدي قتلو. شفتي هادي في المخيمات كنا عدلناها. عامل فتحة بطن لا يبارك. هاتينا طريق هاتينا وراك طارق وراك جبتها اليوم من التصاوير كانوا عندي قدام وجبتهم. هاد الصورة يعني كانت عندي قبل ما نهرب انا من المخيمات. قديمة معنا هادو قديمة الصورة. الله يبارك طارق. راني نشوف الله خويا الله قد هذا كان نشتوك دروك اربع اروان تناقش مع اخي يروح. والله مليح انك هربت يا ماما تومانا. كان هلا حاطين صورتك نحن عم نتفرج. حق بعد ما عرفت ابراهيم الرخيص هذا هو بده يفيغنا على السحور. تفضل يا شيامو. ولا تضحكون عنا لا تضحكون على لباسنا. احنا نعيشوا في مخيمات ما نعيشوا في عمارات ولا الله. حقكم تومانا كي تطلبوا على حقكم عندكم. هذا اللي تحت ماما تومانا مين؟ حق والله ماني عارفه. تفضل انا نعطيكم انا بسمعنا تومانا دابا غادي عرف كيفاش يصوت دابا. هاو كيفاه هاي؟ لا
هاي النعم كاين البيضه وكاين الخضره اللي اختار هو وحده انا ما يعرفوا خالتي يا لي قولي اختار وحده قولي اختار اما لا اما نعم كاين الحمراء وكاين البيضه هاتي جديدة جديدة المروحة حتى وريني الحمراء 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 لا المروحة جديدة لا المروح. لا ولا لا لا ولا لا ولا نو بغى نعم بغى دقيقة دقيقة وريني الحمراء 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 كبر الصورة الحمراء اختار نو ولا لا هاي اختار وحدة لا لا بس الحمراء لحالها ايه الحمراء نزل الحمراء ايوه هي لا ولا نو هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متساويه مع الضرب هذه الجزائر مستقله غير مستقله من بكري مستقله لا السؤال انت فهمته لا ولا نو انا نعرف بلادي خويا بجي توري لي بلادي نعم ام لا سبحان الله اللي حوز يدخل لي في عقلي هذا الصحراوي ذا ما تدخليش ما خصكش تدخل لي في عقلي تكون عارف بيا بلادي جبت رجال ذري رجال طردوا الصهاينة من القمة العربية شيناش جابوهم جابوا حتى الكوزين ما شاء الله وانتو ما جبتوا الشيعة ما شاء الله الشيعة ولا الصهاينة اه الشيعة ما شاء الله زينين يقتلون في الناس في المسلمين والمغاربة الأحرار ما تسيبوهمش يديروا ذا الشيء صافي انتو على ماكش باغيين تقروا زين المخزن تاعكم خارج الطريق قال بلي فوالا وإحنا استونا ما نشحاجين طريق حوص تجروا علينا أنا ما هو دخلنا نتكلم ولكن دابا لا عودوا رشد شو ما أنا ببركة واسر بارك الله فيك أبك بيلاك لك شما آي أرجع الأيام راي جاية ما إلاك شما بي ولكن شو مختارت الورقة الحمراء ولا البيضة مالا إذا إذا خسنا الأورنج الأورنج جيب جديد جيب جديد تفضل يوسر تفضل ثم أنا السلام عليكم السلام ورحمة الله والله الإخوان اللي مكتوب لكم الأجر عند الله نعم بالله والله اللي مكتوب لكم الأجر عند الله ونص الليل هذا وقالسين كتضحكوا فينا لله اللي كان نطالع بينا وراك يا راش نقول لكم اللي لكن انت مع لا ولا مع نوم عاشت جمهورية تيندوف عاشت جمهورية تيندو عاشت جمهورية تيندو تدي أتوما أنا ما تدي أشتر كنت تقولوا الشرقية كنت تقولوا الشرقية ذوق دورتها تيندو فا شكون توما وين يضرب الريح تضربوا معاه وين يضرب الريح تروحوا معاه أروحوا قبضوا بلاصة قبضوا بلاصة للشرقية شي يطلع حسن تشارج عدا غنجيبوه إن شاء الله قريب عما قريب والجزائري بقيتك الساعة غيطبون غيكون بقي حي ولا غيكون مات سمحوا لي الاخوان نقولوا الجمهوريه في تيندو شوف انا شغل دوك الشرقيه اه شوف انا مسح وما يسبوا ما زم زم سبي تا واحد ما طيحوش لا لا ما نسبك دابا تو واحد لا 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 كي طبوا راك تقول طبوا بحالك على هذه موسيقى انا قادر نسب الملك تاع الضرو قادر نسبوا ما راكش نسبوا انتوا ما عندكمش مستوى يا زلمه واحد جايب وي ولا نو جايب مصوحة وديرها في الريكرو حطينا في قعدك ماما تومانا كبرينا هاتو جديد هاتو جديدة هاتو جديدة المروكية المروكية فتحة البطن والله دابي ودابكم كل ما نسبكم تسبوا في الجزائر نطلع عليكم نعطيكم رضوان عيب شوف احنا ما نسبوا ما ولو احنا نهضروا على الجمهورية تيندوف خلينا من السب ثانو من انت مع علم الجزائر ولا مع مصطفى تدخلوا شرقية شرقية ولا شرقية ولا مش عارف شرقية الله يشرق لك شرقية ما لا ضرب قبلية قبلية شوف انا الشرقي هما كانوا يقولوا هكا كان عارف البن البن الشرقي شرقي البن كاين واحد البن سميتو الشرقي ودوكا كي شافو توما انا هنايا قال لك بلي واش عاش التندوف عاش التندوف ابزا كنت تقول التندوف على تقولوا الشرقية الصحراء الشرقية وخلي هذيك بوحدها نهضروا على تيندوف هذا ولدو الشرقيه قال عندك الدراع ادخل عندك الدراع ادخل وحنا فيها وحنا فيها شوف حنا فيها ما تيقولش وحنا فيها حنا فيها فيها حنا فيها راه دير الخريطه راه دير الخريطه جديده روح راه دير الخريطه تاع المقاري ان شاء الله قريب قريب شوف الخريطه قريب خدام الدوله خلينا نسالوا لربنا قلت ديناها
رضوان الجزائر شو بتحد الدول؟ ايه خلي نشوف الصحراء وخلي شنا نهدر مع السيد. الجزائر شو بتحد يا رضوان؟ تمانا تمانا يا رب. انا صفت لواحد الدري معانا هنا فارس واحد الفيديو قالنا وريوها تما. الفيديو صعيب بزاف. هذا مصباحو يحوس الفيديو. مستعوي حوس الفيديو. لا صفتوا لي صفتوا لي هنا يا خويا عادي. عادي روح عادي كذا انا عارفو خويا. هو دقيقة والله ما نعيد عرفتي انا نهدر معاك برك. انت سمع سمعت وما انا سمع. نعطيك التاريخ برك. تكبر كبر الصورة وما انا كبر الصورة. التاريخ ها واو. أنا زاد واحد منا فاني أجبت لك تاريخ شخصي. شو هذا تومانا هادو صايبة المناديل بالعلم تاع الجزائري شوف. صبر روحك. السلام عليكم. بدون مقدمات أو بدون مقدمة ساعة تعبير اليوم نعرض عليكم فيديو كل مرة فرنسا تهيننا بأعمال خبيثة. العمل اليوم هو صناعة منديل في علام جزائري. ها شوفوا راكم تشوفوا علام جزائري منديل ولا كيسمى بابي مشوار باللغة تاعهم. ها بابي مشوار يستعمل مرة واحدة ثم يرمى في سلة المهملات. شوف كلا فابركا لا فوتوشوب لو منديل. ها منديل. ها تحت السماء تحت السماء كيما هكا تحت السماء مغتربين ضحكوا لارواحكم مغتربين احسن تغريبين صافي جينيك ما عليش ما عليش هما يمدوا الصحراء. اسمع يا رضوان ثم يرموه في لابوبيل عشاكم. ها الحين انت مع نعمه ومع وين؟ اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا مهم. هذا جزائري يا تومان الله راه يهضر. وسؤالنا الان وهو هل هذا عالم الجزائر؟ نعم نعم أو عالم الجزائر وعفتاح. نعم ما عليش وعفتاح قوي. تحية الجزائر يا تحية الجزائر صافي يا اخويا تومان لا راه فرنسا ولا يسفتنا يسفتنا تومان يسفتنا هذا البابي هذا بابي جينيك هذا التاريخ شكون بين بلي ما عندكمش تاريخ. خلينا نتكلم عن تندوف لو سمحت. الجزائر يا رضوان انا بدي اسالك والله انت جزائري لانه ما اعرف شو بتحد من الدول. يعني تحتاتهم انا راني هبطت انايا كان شي حاجه غادي نطلع اوكي شارك الفيديو هذا ومن بعد جيب لنا الفيديو خلاص عيشها تنزل هو ما تقلقش اصاحبي ما تقلقش نورمال اصاحبي ما تقلقش اصاحبي احنا تنقولوا هاجم درت هاجم درت هاجم درت ما تقلقش ما تقلقش صافي ما تقلقش عندك تموت الناس صافي عندك عندك يطردك شي عرق عندك والله خاف عليك يطردك شي عرق قسما بالله والله ما كنت ندير في حالي تقول تيمانا السمبلي 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 داري تشبون عنده كاع بوق كاع الصروف وقول لي مول هذا مروكي رحيب مروكي هذا الطلاب هذا الطلاب هذا الطلاب اللي صورته يدعي ما صندلة 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 سمبلية صندلة سمبلية كلش سمبلية فيها صندلة تحكم تاع حلوه مقلول هاقل كوبنهاجن اللي مشهورة عندكم واش دروك بغيت غير نفهم رضوان واش رانا نهضروا عليك رانا نهضروا اللي في الصورة مالك اصاحبي تنقرس من جهة كبيرة مالك لا البارح فين تنقرس علاش راك تنقر قاعد تقول له يجي الحقيقة المرة اي كيما قال انا هذا المزمر بصح هرجع خلينا نهضر خلينا تكفنا البارح نفس الوجه كيما قلت يوم مانيش عليه قلت له القرعة قلت له يدخلوا القرعة في القرعة هما مشهورين بهم المخزن تاعكم هو اللي دخل المغاربة القرعة في السوق. قالك شوف 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 علاه راك تهضر على القرعة؟ قال شوف القرعة نورمالمون راك فت فيها نتايا علاه راك تهضر عليها؟ علاه تهضر عليها؟ راك فت فيها نفس الموضوع وحنا تنهضروا على تيندو جمهورية تيندو لا تلقى حنا نهضروا على تيندو حنا نهضروا على حنا رحنا مضامنين معاهم ما يبغوش على رواحهم ماما يبغوش على رواحهم انا تيما انا ما نبغيش عليا انا شوف اسمح لي علاش تشبون تخلي ديالو اسكت ولا اي قول لي علاش قول لي نتكلم تحيه الجزائر تحيه جمهور قول لي علاش تشبون في الاخر
قال 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 الصحراوة بغيتو توليو مغاربة توليو مغاربة بغيتو تمشيو لموريطانيا توليو موريطانيا. نفكرك بماماك فرنسا اي لا تعود جبدنا المغاربة لا نفكرك بماماك فرنسا. شفتي شعدلت فيكم شفتيها شفتي شعدلت فيكم وتقولوا لها فيف لا فرونس فيف فيف لا فرونس فيف لا ليبرتي ابصا فيف لا فرونس دوك جدودهم جدودهم تماك عندهم الماء واش هذوك سنان ولا راطو رجعينا اللي كان على جالس يا ماما شفنا شوي بس بدي اتاكد هذا هذا يجي قام ويجيك ما صار هذا 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 مسكين مخفف الحوره تومانا هذا مخفف الحوره دابي ودابك المرور خليني نتكلم هذا نفسه اللي كان راكب الفياط هذا اشترى اشتراهم من معاشه من راتبه هذا هو نفسه ترى ذات معنى تومانا تومانا هذا شوفي تومانا تومانا دقيقة دقيقة شوفي ها العزة هذه العزة ها الكرامة كرامة هاك ارفد راسك يا ابا ارفع راسك يا. احنا نعرف روحنا بيا ارفع راسك يا في فيديو نعرف روحنا بيا باش تجي تستفزني انا اخرى وين حبيت شنو يضحك في روحه بالسيف او يعصر في روحه ذا الحازق هذا ربي كلامي قطعني رضوان والله يا عادل قسما والله فوجت علينا هذه الليله الله يفوجها عليك ربي يقول امين شوف شوف فوجت علينا هذه الليله الله يفوجها عليك ربي يقول امين الحمد لله ربي رجع لي الحمد لله يا ربي انا والله لا هذا نقول شوف انت راك عارف كنت في الدل انت ماشي علاش قلت لك راك كنت في الدل احنا ندعيو معاك باش تخرج من هذاك الدل اللي راك فيه تخرج منه طارق طارق حط لنا نعم قوي باذنك حطها حطها بس على نعم قوي خلينا نسمع هذا اللي طلع تكلم انا وحنا مغربي مغربي حر وكان صوتك زين ما نسمعك زين عليك عاود رجع ليها يا خويا اسمعني اسمعني طلبوها ناس اسمعني طلبوها اسمعني اسمعني الرحله 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 اسمعني طلبوها ناس راني نعاود لها نورمال ايدي تطلق لك طريقه لا والله انا نورمال قسما بالله شوشو والله العظيم يا اخي حط كتم هو والله اليه حطك انا احترمه صافي ما نهضرش معاه صافي رضوان الله غالب رضوان هو قالك صوت الحق رضوان ما عنديش ما عنديش مستوى ما عنديش رضوان عيفك من لا تنعرش طارق نعرش بيقول لك هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستغله زور كاع ردعات الكابر كدير اولاد القحاب الطابور ردعكم من الجبعه الحليبه اولاد القحابين يا الكرغوليين وتحياتي تحياتي للصحراويين انا قاصد الكرغوليين الزوامل المثليين وطلعوا هاد القبر ردعكم شحال حليبان وباق لي ولاد القحاب طلعوا من جهنم طلعوا كيف ما ردعت دور الكبراناش انا غادي ردع طبولكم يا المثليين تقولك فيها ولاد القحاب والله تقولك فيها حفره وطلعوا ولاد القحاب طلع يا المثليين طلع نوريكم يلا طلعوا ولاد القحاب طلعوا يلا بينوا لي يا ولاد يجي شاعل شاعل عاود تقولوا ان احنا نحروكم من العيون المحتله والله يحتلبوكم من ظهر ان شاء الله يا الكراغيله وتقولوا لنا لازم نحروكم نحروا العيون المحتله والداخل المحتله والله يحتلبوكم الكلاب هذا مغربي صوتو خلعني فزعني لا تقول الدرون نروح نحاربو معاها نعرف الله
خايف الصيد جنو. السلام عليكم. ايه هادي شوفي هادي ما حدو. هادي ما حدو كان بزنس في الفانيل. هو بدو لبس اللات قيشرات شوفي. هادي ما حد يبيع الفانيد سابق ما يترقى ويعود يبيع الكوكايين. ايه هذا ايه قليمينا هذا الطلاب بعث لي صورته في البريفي. حي الله. ايه الله يريب داك. ايه الطلاب خيك. يا اخي انتي شبلت بيبين. ايه ما شاء الله. ما شفت انا اللي جيتي طالع. منين الليلة هرب؟ مسكين بشي يصوم كيوت كيوت النار قبل. اها هاي امي وهي يصوم هرب شاف صورته هو وجا هربان. يا رضوان انت شحالك؟ ابراهيم شحالك وني بيك؟ ياك لباس؟ الحمد لله بخير. ياك الخير؟ الله ياسر بالخير الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تمانا لاباس اخوان مش مزيان الحمد لله الحمد لله. جيت نوري على هذا ولاد الشهداء وصافي عليكم اخاوت عليك. هاي دوك يقعدوا يبروفوكو فيا انا يدوروا غير بروفيكيك ما والو. تشوف غير خوك تشوف خوك ولد الشهداء تشوف خوك انا نوريك خوك بلاتي سامع ما جبت في الشهداء بصح انا كان نتناقش معاك نورمال ولاد من هادو ولادي انا راه ولاد الشهداء هادو ولاد لي بالك اللي في الدار ما خسرش الهضره لي في الدار. ما شاء الله انا كيفهم يجيبوا لي فيديو ما عندهمش قد الدليل هكا ولا الحقيقه ولا لي فيديو الفيديو راه يرقص ماله شيخ نانو غيتيري على عديانو خيك الحامر المغاربه يا ولاد الشهداء بلاتي فوق اي وهي لوبيات انتوما اللي عندكم فاتوا كاع علاش شفتي ما شاء الله فاتوا كاع علاش شفتي في الفيديو خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا اسكت اي مسوقه هما الدوله العربيه الوحيده اللي شاركت وربحت في هذا ديال المثليين خيك يجيبوا لنا في الديوسي ديوك يهضر على ديوتا هذا خوك والشهاد هذا والشهاد ديوك يهضر على ديوتا خيه هذاك مين مستناش حنا هذا يا الاسد على ديك كي صابها قارصه على ديك جال المغرب يا الاسد شوف سابق يا الاسد صابها قارصه في الجزائر على ديك جال المغرب صابها قارصه في الجزائر وحنا صابغ راسو في ديكاباج هذاك الشهاد انا شوفي قال لك يعطوهم السكنه قال لك يعطوهم السكنه باطل يهرب لكم الموضوع شيش يهرب لكم الموضوع شوفي توما انا شوفي اختي شوفي قال لك شوف الاسد هذا من هذا ولد طيز ووزو هذا ولد طيز ووزو ايه ولد طيز ووزو هما شواكر شوفوا هما شواكر عرفتوا علاه بهم كل عام يحرقوهم يشووهم شواكر ولا تزوج الماكل يميني اكل رضوان قول لي هاي السنه اللي تحرقوه اللي تحرقوا طيزي والزول ولا بداي اليوم تاني ما راحش نحل انا شوف انا نعرف انا نعرف على انتم شو انتم ما تحرقوا الجي ما تحرقوا ما تحرقوا الجي ما تحرموا ما تحرقوا علاب انتم تحرقوا لا طيزو والزو بيوزو ذاك على تحرقوا طازو والزو اخوتي اللي كان اللي عنده كشموطه ولا يجيبوا كشموطه التحكم بالاسعار كليميني خوك لا يقدمه من وفره للانتاج انا قليمين اسمها طيزو وزو بي طيزو وزو وقام شو هو ما حد يدور كان باغي يسميها وزو طيزو اسمها طيزو وزو جد حديثه في المجال للمحافظه لا اله الا الله على صحه المستهلك بالدرجه الاولى كما من شأنه توفير أكثر من 100 منصب عمل مباشر خلال الأسابيع القادمة. دبر روحك صب. حمير وليتو كتاكلو. أنا كون حاجة فيها الفائدة كون جاوبتو. شكون حاجة ذو الصوالح عليكم تجيبوها كاع ما فيهمش فائدة. رضوان. إيوا ديما تكذبوا على الناس. وما تقولوش الأسد المغربي.
واحد دقيقه اضوار قولوا عليهم ولا الدعاره وتسبوهم بالشرف ديالهم ما نوليك اختك انا نوليك اضوار علاش باش ما تقسب بالناس كنتو ما تعرفوش السبان هذا مكان تعرفوش السبان هاي اختك في الخارج هاي من الشهيد في الخليج هذه في الخليج ايه باعوه من الكويت اه شوف اخاد هذا حوشو باش نجبد المغربيات و وكنت تسكت فيهم شوف يا رضوان عجل عجل بالعجل زرب 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 انت المغربيات ما حد الاسد هو يتكلف بيك لا ما تتكلم عليهم في غيبتهم شو هما مصباح هما يسبوا انا مازال ما سبيت لا الملك تاعهم لا لا نساء سكت سكت ما تتكلم في حضرة الشيخ سكت شوف المستوى لازم يعني واستمعوني وسلموا لكم ذكريكم ناصيين معكم من الاف بيت تبعونا وهيت من الاف بيت الا اللي محصيه مال شي الثاني راهو كامل ودعاره اطفال في المزارع عين وردك عيون تاع الصينيين واجناس اخرى هذوك الصيني هذوك الصيني اللي بناو لهم داك الجامع الكبير جاو بناو لهم وداروا لهم الحمد لله يا ربي الحمد لله ما جبناش قال لك قالك بالو حتى الجامع ما كنتوش يبنيوه جاو الصينيين داروا الجامع انتما تشوها يا الزاح انتما تشوها وداروا لكم الاطفال في المذابي يا ودي حنا نجيبوا الصهيون وما نجيبوش بني كرغل انا نجيب الصهيون واش اللي يبنوا لكم يا بويا شوف اللي يبنوا لكم هما ما عمروا بلادهم يعمروا بلادكم اقليمينا شوفي شوفي الشعب في كيعيش اسمعينا اختي شوف شوف واحد دقيقه الاسد المغربي شوفي تومانا شوفي الله طيب الله طيب لا حول الله طيب الله طيب معاناة معاناة بلد الغاز الله طيب زعما حاجة كان نوافقكم أرضوان أرضوان أخويا أنا في بلاصتك نمشي أخويا نمشي شوف هذا الباسبور أرضوان هكا كنت أنا في بلاصتك الباسبور اللي عندك والجزائري والله تنقطعوا هذه الضحكة والله تنقطعوا أخويا أرضوان أي جيب المقص والله شوف أي جيب الهدرة في الكلام والله ما ديروا حاجة وشوف وعندك وإنسان حر هذا الباسبور هذيك الجزائر تقطعوا تقطعوا أصاحبي تقطعوا إلا كنتي راجل وكتقول الشهادة هذاك الباسبور اللي عندك في الجزائر تقطعوا أقلي مينا أسكت هشام اسمعي هشام هشام أنت كيفاش يقطعوا هما خرجوا في مظاهرات خرجوا في مظاهرات فرنسا باش يعطوهم الجواز جواز للجزائر لا أنا قلت لك كنتي راجل راجل هو ماشي راجل واش غادي نديروا له لا ولا هشام 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 لهم الرخصة وراك مرخصهم مرخصهم هادو اختي راه كيهضروها في المواقع هادو راه في الواقع شوف والله دابيب دابيب خرصوا خرصوا هاي هاي شوف هاي انا اللي عدلت لها الليق هاي هذه عملت المحقن هادي عملنا لها القدرة الصحراوية وهي هذه عملت المحقن هاي حقناها هاي وشوف يا رضوان جيب اختك جيب اختك نحقنوها تعود ذنبت الحديد يعرف مورا انت ما نجاوبكش هاكيلي مني انت راكي من انا ما تقد تجاوبني انا شو انا ما تقد تجاوبني انا شوف انا مشي قرا لك سنتين ولا ثلاثه وتعال تجاوبني انا ما تقد تجاوبني عايش اللي باراشيت ديال الكاد كاين تكون زعما منك هذا هيش هذا رضوان راهو معدل معدل ولكن انا عارف انا بلي انا ما ولازم يتبرع يتبرع من انا خويا انا نحب بلادي ايه ولكن رجال لكن بلادك اذا كانت بلادك اذا كانت ظالمه انت بلادي عارف نقول لك انت علاش عليك ما باغيني نحب بلادي بصح بلادي يكون بغات دير يدها في يد مع خاوتكم ديرها في ثم الجزائر تبدا مليحه
نبداو خاوات هي راهي لكم القارص الجزائر راكي تقولي صافيكم تبروكو فينا ماناش ملاح خلينا معليش ماناش ملاح ربي ربي ذكرهم في القران هذوك بنيادم يا الزاح واسمع يا ذكرهم في القران اسمع يا رضوان اسمع يا رضوان منهم هاو اللي ذكرهم في القران تعلم تتكلم دابا انت تعلم الحقيقه منهم اللي ذكرهم في القران كتب حنا بو مدين وقالها الله يرحمه قال لهم باللي يا بو مدين يا قدامك الخوان يا قدامك يا قدامك والله اللي قالها لكم الحسن الثاني الله يرحمه كان راجل زي قديم الحسن الثاني حسن ثاني جاء عند سيدو وما سيقول له وسعهالكم هذا اللي قدامك حبيبي شوف شوف غدا نجيب لك غدا نجيب لك هذا الكليب هذا النقيش يحب بيدو بيه الثاني راجل بيه الحسن الثاني راجل قولي لنا واش دار محمد حسن الثاني واش دار مع ابو مدينة على موريتانيا وسعهالكم احكي الحقيقه لا 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 يا ربي يا شوف شوف سكت سكت ما تم تكلم على المغاربه وما واسكت يا وراك ما تقد على المغاربه سكت تبوش الحقيقه وراهم لي يطلعوا لك سكت اي هذا اللي كيدير التصويرت وذا قال له هذا راك انت تعرف شنو شوف شوف تم توكل الحمل تم توكل الحمل الحمار في الغدا راك منين توكلوا في العشاء تجيهم تم تهرنط شي واحد يخلي الارض تاعو شي واحد يسمح فيه ارضه هانو توما انا نبغون انا ما نصغير فيها في الله يرضى عليك بلاتي بلاتي راك تكلم مي عندي شي عندي شي بلاتي وعنك بلاتي سكوت اسمع سكوت سكت هاكي ديديكاس ديديكاس لهذا الكرغولي وكاع الكراه اللي تيقول لك الخارج رضوان وقف يا سكت نعم لا حليش أتعقول لي شكون دار ذا الفيديو هذه هذه أستاذة في الجزائر شكون اللي داير في الفيديو هذا بعدين تنزلي دخليه لهون الله انا نقول لك راه دير روتيني اليومي دخليه لهون روتيني اليومي هنا دخل خالص خرج دخل ما تضحك طعني انا صلى الله عليكم ضغني ضغني حتى تجيبوا لي كلام ما هو زين ضغني عجبتني بو مدينة بو مدينة كانت زينة مرة زينة ما شاء الله اي والله كانت زينة زينة ما شاء الله اي مسكينة شحال حاربات وناضلات مسكينة في الاخر خلت ليهم خطاب قالت ليهم ايه عندنا أزمة رجال في الجزائر ايه مسكينة ايه بخريبة خروربة بخروبة مخربة ايه شتيتو مانا والله ما نبغي نهدر ذا الشيء مي يستفزوك بزاف راهم يهاجموا فيا بزاف لا لا ما تجاوب انا نجي عندك نبغي نقصر معاك يجي هو يقعد يك مساكر غولي او الشهداء يسب الشهداء انا من الصباح ما سبيتهم شا من الساعه من حيت طلعت معاك والبارح والله ما سبيتهم هما قاعدين يسبوا فيا علاش جبت الشهداء اخويا تناقش معايا تاريخ علاش تقعد تسب ما تطيحوا له صاي اي حشمشوا على ارواحكم انا قضيتنا شكل هذا اللي لكن اللي كان لابس عبايته مانا ايه هذا الكلب ابراهيم رخيص اللي بيعنا الوهم 50 سنة ويقولنا كل يوم نجيب لكم الاستقلال ايه كلب تسكنوا انتم 50 سنة وانتم ساكتين ايه. انا جامعة رحت تندوف هذا اللي تقولي تندوف وديف كوري زاري جامعة رحت ليها ما لقد ما نقدو نتكلمونا نتكلمو يقتلونا ولا يدخلونا السجن الرشيد فهمت ما نقدو نتكلمو شاي يا ايزي شاي داك تكتب لي ست هذه شاي هلو عاود تكتب فهمني مش فهم قاش تكتب سبحان الله
انا شفي يجي وادي قاعد يسب لك بصح كي تجاوبو ديك ما صاير. السلام تمنى. وعليكم السلام. كي داير حبيبتي؟ مبروك عواشرك، الله يدخلك بالصحة والسلام. الله بالحرية. اسمع انت هذاك الكلب هذاك الترغولي، الله يجد امك واش بقات تجبد المغرب على فمك، تنصيفط لامك شي درون من هنا يتشرشم لك داك الزكويك ديالك. انا طايحين. شنو حط لك ديس؟ تمانا شنو حط لك ديس؟ يبقى عين فينا الله يضرب لك الكلب ديال الكرغولي يا ولد انيطه. لاباس انت وخصاب سيدي تمانا نخليك حبيبتي بسلام عليك. كتروا الحشرات كتروا. هيا خالتي كبسوا لتومانا كبسوا. البنان 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 ما كاش البنان. كبسوا تومانا. حبس عنا الأغنية حبس. شفتي يا تمنى أنا ما قد تعرفت الكره في حياتي اللي كره الراجل اللي كره ده الشيطان عاقب العدل وفينا اللي يحرق بي وبي ذاك. والله وتجبر يمي شي من الحرطنا وشي من الكلاب يقولوا عاشا عدل فينا العذاب. أنا بعدني نقول مسألة، شفتي الخالق من صحراوي يقول عن هذا راجل وعنه موافق الرأي نعرفان عنه ذيوت وعنه كليب وعنه مسترزق كيفه. والله صح. الله قال لنا تورا لين عدلوا تورا لين عاد هو معدل تورا. قالنا لين عدلوا تورا لين عاد هو معدل تورا ويحرق بيو مخنز ويغتصب في الطفيلات ويغتصب في وهيه وهيه. تحية المغاربة الأحرار. تحية المغاربة الأحرار. يبني غضب الله إن شاء الله. شو شت هذا عاقبه أخرته شنهي؟ أخرته الدرون. شكون أنا؟ قال لا أنا ما عيني عليك أنت، أنت يا رضوان أنا لا لا نضحك معاك ونتناقش معاك، أنا عيني على هذا الرخيص اللي في الصورة. أنا نهار ما عرفتوش أنا على هذيك سقسيتها. هذا هذا الكليب القابض بوليزاري ومحروق البول. شكون تعرفي اللي مشكلتكم يا رضوان؟ مشكلتكم يا رضوان راكم تدافعوا على حد تدافعوا على حد مالكم عارفين قابض يا رضوان 600 مليار 600 مليار دولار من فضة الجزائر يا رضوان حي فهمك مثل هذا هو اللي واكل فضة الجزائر شت هذا بريك اللي تراعي فيه عسمحي لي عسمحي لي والله شوفي اخويا ابرام دوك علاش ديما ندخلوا السياسه في الشعب دوك شي دخلني انا باش باش ندير انا زعما نخرج وما نديرش حنا ما قلنا لك امرك حنا دريك شوف علاش تقعدوا تسبوا في الشهداء لا شو يا رضوان حنا دريك سبيت لك الشهداء انا دريك لا لا انا نهضر على قصدي على الموضوع تاعنا صافي على صافي بوليزاريو صافي مشكل تاعها مع المغرب والمغرب مشكل معنا